الكثير من المخاطر تواجهنا يوميا في عملنا كعمل إنساني وكعمل إغاثي في الداخل السوري. الأمر الذي لا يمكن أن ينسى حقيقة صور الأشلاء، أطفال، نساء، وضع مأساوي حقيقة. وضع يعني أن ترى أطفال قطعت أطرافها، طفل يبكي بسبب جرح أصابه بشظية، لا يقوى على المشي. فرق الأسعاف غير قادرة على إدخال كافة الجرحى إلى المشفى الذي لا يبعد أمتار بسبب الأعداد الكبيرة من الجرحى. حقيقة موقف لا ينسى.